السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غير واحد القضية بغيت نشير ليها، اللي هي الطلبة اللي كيخرجوا من لافاك، حيت أنا كنسكن في واحد الحي اللي فيه الجامعة، جامعة منزور، وبطبيعة الحال ديما ملي كندوز كنلقى بزاف ديال الطلبة كيعانيو من مشكل ديال الترونسبور، يعني كيكون ضغط، يعني العشرات ديال الطلبة كيتسناو واحد الطوبيس وكيتزاحموا عليه وكيكون بزاف ديال المشاكل. لهذا كنوصي الناس ديال الحي ديالي او الناس بصفة عامة اللي عنده الطوموبيل ودايز لما يهز معاه واحد خمسة الناس ولا اربعة ولا على حسب البلايص ديالو، ياك الليسانس اللي غيخسر الا مشى بوحدو هو اللي غيخسر الا ركب مع شي وحدين. فعلا كاينه ديك القضية ديال ما كايناش الثقة، ما تركبش شي واحد يقدر يغريسيك ولا شي حاجة، ولكن هادو راه الطلبة، يعني الا دزتي حدا سميتو حدا الطريق راه كيبانو لك هازين المحافظ ديالهم، وكما فيها بس باش توقف وتهز معك شي وحدين باش توصلهم الى غادي بطبيعة الحال لديك الطريق اللي غاديين هما. الاغلبية كيبغيو غير ايت ملول، يعني كل شي كيجوز من ايت ملول، جميع الطونوبيلات اللي كيجوزوا حدا لافاك كيجوزوا حدا ديك البلاصه فاش كينزلوا طلبه. اللي هذا الوصيه ديالي، ولا كنطلب من الناس اللي عندهم الطوموبيلات وكيجوزوا ما فيها بس توقف وتهز معك شي طلبه راه مساكن كيعاني ومع الترونسبور، والله العظيم كيعاني مع الترونسبور. كاين كاع اللي كيتسنى من جوج مثلا حتى الاربعه عاد يركب، او لا كاين اللي كيتسنى من 6 حتى ل 8 عاد يركب. اذا خصنا نتعاونوا، وكما قلت ما فيها بس الا عندك طوموبيل هز معاك شي وحدين، راه الطريق ديالك هذيك وفيها غير خير بطبيعه الحال، الله كيعوض لك في اشياء اخرى، ماشي بالضروره خص درتي ليسانس راه خسرتي فلوس في ليسانس صافي، راه ما تهز معاك بنادم اخر، لا، داكشي اللي غتخسر الا ركبتي بوحدك راه هو اللي غتخسر الا هزيتي معاك ناس اخرين. يلا تحياتي، دابا غنمشيو ندير واحد سميتو، دابا غنمشي للطريق ديالي لايت مدول وغنهز معايا شي وحدين. I'm gonna do it.